الله يعطيكم العافية شباب. بنكمل من عند الأوبجكتيف رقم 5 اللي هو السورس داتا أو مصادر البيانات. مصادر البيانات بالعادة هي أخفض نقطة في الداتا أو تسمى الرو داتا كمان. An input control matrix أو الرقابة على مصفوفة المدخلات is used to document the review of source data control. تستخدم هاي المصفوفة من أجل توثيق عملية عملية المراجعة التي تمت على الـ source data control أو الرقابة على مصادر البيانات. The matrix الموجودة بالشكل 11-3 هاي اللي هون زي ما انت شايف بتفرجيك الـ input control شو الرقابة على المدخلات وبفرجيك شو الفيلد أو الفيلدز اللي بدي أقوم بعملية متابعتها. هون مثلا اسم الموظف رقم القسم اللي جاي منه وهكذا. فانت هون بتعمل زي التشيك ليست أو زي هاي عبارة عن مصفوفة بتقوم بعمل تكات على الأشياء اللي متوافقة. وطبعا هاي الانبوت كنترول هذول اللي هون رح نيجي عليهم احنا بمادة امن نظم المعلومات المحاسبية، فما بدي استعجل عليك فيهم. وبالتالي بس اعرف لانه هاي اسمها الانبوت كنترول ماتريكس، وهذا بالنسبة لي يكفي. The data control function should be independent. The data control الرقابة على البيانات كfunction او كوظيفة او وظيفة الرقابة على البيانات يجب ان تكون مستقلة عن الوظائف الاخرى. Maintain a data control log المحافظة على data control log او انه اشي يحفظ لي المدخلات تبعت الرقابة. Handle error التعامل مع الاخطاء. And ensure the overall efficiency of operation والتأكد من انه الـ overall efficiency او انه الكفاءة العامة على عمليات التشغيل. It is usually not economically feasible for small business to have an independent data control function. بحكي لك ولكن في العادة المؤسسات الصغيرة أو الشركات الصغيرة من غير المجدي اقتصاديا إنها أن يكون عندها function معين من أجل الرقابة على الداتا. وبالتالي حتى يعوضوا من هذا الإشي to compensate user department control اليوزرز أو يعني عملية الرقابة على في أقسام اليوزرز لازم تكون قوية بما فيه الكفاية من أجل تغطية هذا النقص، وهي كنا نسميها compensation control. Must be stronger with respect to data preparation يعني لازم تكون قوية خلال عملية إعداد البيانات، خلال الباتش control totals عملية التجميع للباتشز اللي أو الرقابة على تجميع الباتشز. الإديت بروجرام عملية التعديل على البروجرام. Restriction on physical and logical access الحفاظ على أو يعني الحفاظ على المحافظة على عدم الدخول أو الأكسس يعني مين يقدر يفوت على سواء الفيزيكال أو اللوجيكال بيانات. An error handling procedure وبرضو طريقة التعامل مع الأخطاء. These procedures should be focused on auditor system review and test of control. هاي الإجراءات لازم تركز على نظام المدقق أو نظام المراجعة اللي بيستخدمه المدقق، وتقوم بفحص أجزاء الرقابة when there is no independent data control function لما يكون ما عندي عملية رقابة على الانبوت كتاسك لحالها أو كوظيفة لحالها. Although source data control may not change often وبالرغم من انه source data control أو نظام الرقابة على الانبوت أو على source data ما بتغير كثير. How strictly they are applied may change قديش هما قديش أنظمة الرقابة هاي ممكن تطبق يعني قديش ممكن تكون شديدة أو راخية شوي بفرق. And auditor should regularly test them وعشان هيك المدقق لازم يقوم بتدقيق على source data بشكل مستمر. The auditor test the system by evaluating source data samples بقوم المدقق بمراجعة ال source data من خلال أخذ عينات. For proper authorization شو بدي يفحص إذا التصاريح صحيحة. Reconcealing batch control بده يقوم بعمل تسويات عمل تسويات من أجل مراقبة الباتشات. And evaluating whether data edit error were resolved and
resubmitted for processing. وبرضو بده يقوم بالتقييم إذا كانت الداتا اللي تم التعديل عليها وكان فيها أخطاء هل تم حل هاي المشكلة وإعادتها للبروسيسنج أو لعملية المعالجة. If source data control are inadequate, إذا كانت عملية الرقابة على source data غير كافية, user department and data processing, المستخدمين الموجودين في الديبارتمنت اللي يعني طبعا إجراءات الرقابة على المستخدمين في الأقسام وإجراءات الرقابة على معالجة البيانات لازم إنها هي تعوض. إذا ما قدرت تعوض, if not, auditor should recommend that source data control deficiencies be corrected. بده يطلب المدقق عملية تعديل الرقابة على source data. وعندك 11.5 الشكل هذا برضو بيعمل لك زي اللي حكينا من قبل اللي هو framework, إطار عام على إجراءات الرقابة, التدقيق على إجراءات الرقابة للsource data. من ضمنهم أنواع الايرورز, أنواع الأخطاء وأنواع الاحتيال ممكن تصير, شو إجراءات الرقابة اللي بدها لازم تصير على السورس داتا. مثلا هون use turnaround documents. turnaround document هو زي فاتورة الكهرباء, هي وثيقة بتجيك بعدين أنت بتقوم بمعالجتها يعني بتدفعها وبترد ترجعها اللي هو شركة الكهرباء. فشركة الكهرباء هي اللي أعطتك إياها, أنت مسكتها نفس الورقة هاي ورجعتها لشركة الكهرباء ودفعت حقها. خروج الدوكيومنت من هون ووصوله إليك وإرجاعه لشركة الكهرباء اسمه تيرن أراوند, يعني دوكيومنت راح ورجع. فهاي كلها الطرق راح نغطيها إحنا كمان لقدام. أوديت بروسيجرز, الإجراءات الرقابة على السورس داتا بدها تكون عن طريق السيستم ريفيو, تيست أوف كنترول, والإجراءات اللي بدها تعوض الكومبنسيتنج كنترول. نيجي الآن للأوبجكتيف رقم 6 اللي هي الداتا فايلز, وهو عبارة عن الأوبجكتيفز السادس, concern the accuracy, integrity and security, بيهتم في الدقة ونزاهة وأمن البيانات التي تم تخزينها on machine readable file, في ملفات ممكن قراءتها. وتابل 11.6 summarize ده بفرجيك الايرور والكنترول والاوديت بروسيجر فور ذس اوبجكتيف بنفس المفهوم اللي شفناه قبل شوي. هاياتها If file control are seriously deficient, إذا أنت عندك مشكلة حقيقية في الرقابة على الفايلات, especially with respect to physical or logical access, بالذات على عملية الدخول لهاي الفايلات, سواء كان الفيزيكال دخول حقيقي يعني بإيدك تحط إيدك على الهاردوير أو على الملفات, أو اللوجيكال عن طريق الحاسوب, or to backup and recovery procedure, أو إنك بتقدر تفوت على اجراءات الباك اب اللي هي الباك اب اللي هي تاخذ نسخ الاحتياطيه and recovery procedure والاسترجاع, the auditor should recommend they be rectified. لازم يقول الاوديتر انه هاي الامور لازم تتعالج. اذا في عندي دخول غير مصرح فيه او اكسس للفيزيكال داتا او اللوجيكال داتا او للباك اب او للريكفري بروسيجر, هاي بالنسبه لي مشكله خطيره. The auditing by objectives approach is a comprehensive systematic and effective means of evaluating internal control. عملية التدقيق أو المنهجية المتبعة في التدقيق من خلال الأهداف تعتبر شاملة وشاملة وممنهجة وعملية أو effective فعالة في عملية تقييم الرقابة الداخلية في الشركة. It can be implemented using an audit procedure. ممكن استخدامها أو ممكن تطبيقها عن طريق استخدام إجراءات التدقيق checklist for each objective, انك تعمل اجراء تدقيق للتشيكليست بسموه, او يعني تمسك انت التشيكليست وتتأكد من تطبيق each objective. شو يعني التشيكليست؟ خلينا افرجيك كيف شكل التشيكليست عشان نطبعها معك بالذاكرة. خلينا اشوف اذا بقدر افرجيك التشيكليست على جوجل. التشيكليست عندك التيك, انت بدك تقوم انه التيك موجود غير موجود. خليني احاول اطلع لك صورة الها. هاي هالتشيك ليست موجود او غير موجود, بلكي شفت صورة اوضح شوية. هون زي هاي مثلا, هاي التشيك ليست, فانت بتعمل موجود, قديش قوي الاجراء وما الى ذلك. يعني انت بتقوم بعملية تقييم. هاي اسمها زي ما انت شايف, هاي تشيك ليست. فشو بحكي لك, it can be implemented اللي هي الاوديتنج باي اوبجكتيف, ممكن انها تطبق عن طريق استخدام
audit procedure checklist، انك انت تتاكد من انه كل الاجراءات التدقيق تم تطبيقها عن طريق checklist لكل اوبجكتيف بدك تحققه. هاي التشيكليست بتساعد المدقق على انه يصل الى استنتاج منفصل لكل اوبجكتيف موجود عندك، وانه يقترح شو الاجراءات الرقابيه اللي لازم يتم وضعها او تعويضها عند الحاجه. Each of the six checklists should be completed for each significant application. كل واحدة من الستة checklistات هاي اللي تنعمل لازم يجب أن يتم يعني إكمالها، أو should be completed for each significant application، لكل تطبيق عملي. وهيك إحنا بنكون خلصنا الـ objectives الستة اللي موجودات عنا. خليني أفرجيك أنا، نرجع للرسم الأولية اللي بلشنا فيها الموضوع. هياتها زي ما أنت شايف، أول objective أخذناه اللي هو الـ overall information system security. بعدين انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي الـ program development and acquisition. لما يكون في عندي development لسيستم بالشركة، يكون عندي عملية تطوير معينة او عملية شراء سيستم من الخارج. وانت لاحظ هون احنا بنحكي على الـ program level. الobjective رقم ثلاث اذا في عندي modification، وحكينا انه هذول الثنتين متشابهات. الان ننتقل للobjective رقم اربعة اللي هو computer processing او المعالجة الحاسوبية. انا هي الـ program، في عملية معالجة. المعالجة شو بده يكون؟ في عندي source data وبده يتم عملية معالجته، بده يطلع عندي اوتبوت. ولاحظت احنا لما غطينا هذا الموضوع ركزنا كثير على انه بدنا نعالج هذول الثلاث امور مع بعض. بعدين شو في عندي؟ الاوبجكتيف رقم خمسة اللي هي السورس داتا او مصادر البيانات الرئيسية. وحكينا كيف السورس داتا برضه بده يكون قادر انه لازم انت تتأكد من اجراءات الرقابة عليه ومدى صحته. وبالاخير بحكي لك انت بدك تشوف الداتا فايل، او بدك تشوف على الليفل تبع الفايلات. وهنا حكينا بدنا نعمل تشيك ليست للاوبجكتيف الست هذول عشان نتاكد من تطبيقهم بشكل فعال. كل هاي تنتقل فيها عمليه التدقيق بهاي المراحل طبعا بالترتيب، وكل عمليه من هذول فيها نوع من انواع الايرور والفرود لازم يكون مطبق الشركة عليها بروسيجر معين. وانت كمدقق بس تيجي بدك تتبع عليها، بدك تمشي تشوف السيستم ريفيو تبعها، وبدك تعمل تيست اوف كنترول، وبدك تعمل كومبنسيشن كنترول، وطبعا انت بتشتغل اجين ضمن تشيك ليست، وبدك تتاكد من انه تم تحقيق جميع هاي الاهداف. في حالة تم تحقيق جميع هاي الاهداف، اذا انت الشركة فيها انترنال كنترول قوي. لاحظ فيها انترنال كنترول قوي، بما انه الانترنال كنترول تبعها قوي على السيستم، فبالتالي انت بدك تتوقع انه جميع البيانات اللي بروسس بهاي الشركه صحيحه، وبالتالي عمليه التدقيق راح ما تتوقع انها تكون تغلبك. وهذا كله راح ينعكس سواء على تقريرك انت كمدقق اذا كنت مدقق خارجي، او على عمليات الاصلاح لو كنت انت مدقق داخلي، انه شو الاشياء اللي ما بقدر اعدلها. وبعدين برضه راح ينعكس عندك على تكلفه التدقيق، وراح ينعكس عندك على عملية التدقيق نفسها ومدى سرعتها ومدى نجاعتها، وحتى على سمعة الشركة لقدام. فإحنا كثير أخذنا كل الإجراءات هاي وأخذنا عنها بالتفصيل. بظل عندي شغلتين بدي أعطيك عن الأوديت سوفتوير. بعض البرمجيات، أو هم مش بعضي، برمجية أو برمجيتين لعملية التدقيق. وبرضو بدنا نأخذ عن آخر إشي بشكل سريع جدا على الأوبريشنال أوديت أوف أن AIS. نيجي على الأوديت سوفتوير. الاوديت سوفت وير او يعني برمجيه التدقيق، كمبيوتر اسيستد اوديت تكنيكس. كمبيوتر اسيستد اوديت تكنيكيه يعني طرق تدقيق بمساعده الحاسوب، واسمها كات سي دبل اي تي. ريفير تو اوديت سوفت وير، يعني الكات هي عباره عن اوديت سوفت وير او برمجيه تدقيق. تسمى بالعاده جنرالايزد اوديت سوفت وير، يعني برمجيه تدقيق عامه. That uses auditor supplied specification، وتستخدم محددات يقوم المدقق بوضعها. To generate a program، من أجل عمل برمجية. That perform audit function، التي تؤدي وظيفة التدقيق. Thereby automating or simplifying the audit process. وبالتالي بتقوم بأتمتة وتسهيل عملية التدقيق. Two of the most popular software packages are audit control language. اثنين من أشهر السوفتويرات للتدقيق هو الـ audit control language ACL والـ interactive data extraction and analysis الـ IDEA. هلا الكات هو يعني إذا الكات هو إنه أنا تدقيق بمساعدة الكمبيوتر. شو البرمجيات اللي عندي؟ ACL و IDEA.
الكات ار ايديالي سوتد فور اكزامينينج لارج داتا فايل، هو يستخدم من اجل او هو مناسب لفحص البيانات الكبيره بحجمها، تو ايدنتيفاي ريكورد نيدد فيرذر اوديت سكرتني، وبيحدد لك برضه شو الفايلات او شو السجلات اللي بحاجه لعمليه تدقيق او تدقيق اكبر. وهنا بحكي لك بعطيك امثله هون عن كيف انه استفادت الحكومه الامريكيه من ناحيه العجز الميزاني لما صارت تطبق انظمه الكات عندها في الحكومه عندها، وكيف استفادت منه، وبعطيك كثير امثله عليها بامكانك انت ترجع لها. To use cat من اجل استخدام الكات، auditor decide an audit on audit objective، بيقوم المدقق ب انه بده يقوم بالتقرير او بتقرير اهداف عمليه التدقيق، بده برضه learn about the files and database، بده يتعلم او يفهم بالضبط شو الفايلات وشو الداتابيس اللي بده يقوم بتدقيقها، design the audit reports، بده يقوم بتصميم تقرير المدقق، and determine how to produce them، وبده يحدد كيف بده يقوم باخراجهم. This information is recorded on specification sheets، بدها يتم ادخال هاي المعلومات على ورقة فيها هاي المحددات، وبتم ادخالها على النظام، على نظام الكات. بعدين بعد ما تقوم بتحديد كل الاشياء اللي انت بدك اياها، الكات بروجرام راح يستخدم هاي السبيسيفيكيشن او هاي المحددات اللي قمت انت بوضعها من اجل عمل برنامج تدقيق. The program uses a copy of the company's live data، هاي البرمجية الكات بتقوم باستخدام نسخة من البيانات الحقيقية لهاي الشركة، to perform the auditing procedure، من أجل تطبيق عملية التدقيق، and produce specified audit report، ومن أجل إخراج تقرير مدقق محدد. Cat cannot replace the auditor judgment، وهي مهمة، لا يمكن للبرمجية هاي إنها تكون أو تبدل قرار تبع المدقق، يعني هي وسيلة مساعدة وليست وسيلة اتخاذ قرار، فالمدقق يحتفظ في الججمنت تبعه أو في الحكم تبعه. Or free the auditor from other phases of the audit، ولا رح إنه تحرر المدقق من مراحل أخرى من التدقيق، فرح تظل المراحل موجودة ورح يظل الججمنت موجود، ولكن رح يكون فقط للمساعدة. For example, the auditor must still investigate item exception report, verify total against other source of information, and examine evaluate audit samples. رح يظلوا بالعربي شغل المدقق كما هو، بس إنه الكات رح تساعد في العملية زي ما حكينا. Cat are especially valuable for companies with complex processes. الكات بكون بساعد جدا في لما يكون أنا عندي شركة فيها معالجات معقدة. Distributed operation أو عمليات التشغيلية موزعة بكثافة، يعني فروعها كثيرة. High transaction volume، عدد الترانزاكشن القاعدة عم بتصير كبير جدا زي البنوك مثلا. Or wide variety of application and system، أو فيها العديد من الأنظمة والتطبيقات اللي موجودة في الشركة، فهون الكات بكون له أو بساعد جدا. The following are some of the more important uses of cat، برضو هاي الشغلات مهمة جدا لاستخدامات الكات. Querying data، طلب البيانات، data files، طلب ملفات البيانات من أجل استرجاع السجلات، meeting specific criteria اللي بتتوافق مع متطلبات معينة، يعني أنت بتحط كريتيريا معينة وهو بيقوم باسترجاع هاي البيانات، يعني أي رقم أو أي قيد فيه مبلغ فوق المليون جيب لي إياه، بروح بجيب لك إياه. Creating بعمل، updating بحدث، comparing بقارن، downloading بنزل، and merging file وبقوم بالmerge أو يعني اندماج الفايلات، بدمج الفايلات مع بعض، بعملهم، بعمل update، بعمل compare، وبعمل download. بلخص وsorting بنظم، and filtering وبفلتر البيانات تبعيتك. طبعا كل هاي مهمة، انت لما تكون تشتغل على سيستم على داخل شركة والبيانات كبيرة، تلاقي سيستم بيقدر يعمل لك تلخيص للبيانات او يفصلها لحال او يفلترها، هذا اشي رهيب. Accessing data in different format، بيقدر يفوت على الداتا باكثر من فورمات، يعني ممكن انه برمجية اكسل يروح يدخلها على الاس بي اس اس فبلحاله بيحول. And converting the data into common format، وبيحول لك البيانات للغة مشتركة. Examining record for quality، بيقوم باختبار السجلات من حيث الكواليتي تبعها، جودتها، اكتمالها، تناسقها، وصحتها.
stratifying records برضو هي عملية تنظيم للريكورد من أجل اختيار statistical sample، من أجل اختيار العينات الإحصائية. يعني بنظم لك الداتا، بيرتبهم بطريقة مناسبة حتى إنك تقدر تأخذ العينات الإحصائية من أجل الفحص. test for specific risk بفحص مخاطر محددة، and identifying how to control for that risk، وبحدد لك كيف أنا ممكن أسيطر على هاي الخط مخاطر. perform calculation بقوم بتأدية الحسابات. statistical analysis التحليل الإحصائي، and other mathematical operation وأي إجراءات رياضية أخرى. performing analytical test بقوم بإجراء تحليل أو فحص تحليلي، such as ratio زي النسب، and trend analysis وتحليل التوجهات. looking for unexpected or unexplained data pattern that may indicate fraud، يعني بيجي بيطلع لك على الباترن او على النمطية تبعت البيانات، وبشوف اذا في عندي اي، يعني انت مثلا بتيجي متعود انه خلص كل شيء على طلوع زي هيك، كل شيء قاعد عم بطلع فجأة، ولا السيستم بلاقي لا في بسموه deviation او fluctuation، يعني انه مش الداتا كانت ماشية بعدين صارت تذبذب. فهاي التذبذبات بيجي بمسكها وبيعتبرها انه في ممكن يكون صار فيها اشي خطأ او حتى فرود، فبيجي بيطلع لك اياها، بيقدر يفرز لك اياها. identifying financial leakage ممكن يشوف التسربات النقدية. policy non-compliance عدم التقيد بسياسات معينة. and data processing error وعملية واخطاء في عملية معالجة الداتا. reconciling physical count to compute amounts ممكن برضو يجي يعمل لك تسويات للحسابات والمجاميع. testing clerical accuracy بفحص لك قديش الكليريكال اكيوريسي، اللي هي يعني زي مثلا موظف على الكاش هذا بسموه كليريكال، فانه بده يشوف قديش مدى صحة اجراءاتهم. of extensions of unbalances test duplicated item وبقوم بفحص اذا في عندي duplicated item او يعني بيانات تكررت مرتين او مثلا قيد دخل مرتين. formatting and printing reports and document formatting and printing reports بيطلع لك بشكل لك التقارير وبقوم بطباعتها وتوثيقها. creating electronic work paper وبرضه ممكن يعمل لك اوراق عمل الكترونيه، يعني بيجي بحكي لك اعمل هاي، روح شوف لي تشيك ليست وتاكد لي من انه الفيزيكال انفنتوري كافي صحيح، سوري، زي مطابق للسيستم. فممكن يطلع لك البيانات تبعت السيستم وجنبها تشيك ليست وبتروح انت بتقارن. فكل هاي من استخدامات الكات، وزي ما انت شايف هي جدا مفيدة، وبيستخدموها شركات التدقيق من اجل التدقيق على البرمجيات، على الشركات المعقدة والشركات الكبيرة واللي فيها العمليات بتكون فيها هائلة وكبيرة. operation of audit operational audit of an AIS او تدقيق العمليات في نظم المعلومات المحاسبية. وهاي اخر موضوع هو صغير بدنا نغطيه وبعديها ان شاء الله نختم. The techniques هي التكنيكس او الوسائل and procedure والاجراءات used in operational audit تستخدم في تدقيق العمليات. are similar to audit of information system and financial statement هي مشابهة لعمليات التدقيق لنظم المعلومات ومشابهة للتدقيق على القوائم المالية. The basic difference is audit scope، الفرق الرئيسي بيناتهم هو السكوب تبع الاوديت او نطاق التدقيق. الانفورميشن سيستم اوديت على شو بيركز؟ از كونفايند تو انترنال كنترول، بيركز على انترنال كنترول. اند فاينانشال اوديت تو سيستم اوتبوت، وبرضه الفاينانشال اوديت بيركز على المخرجات السيستم. بينما الاوبريشنال اوديت انكومباسز اول اسبيكتس اوف سيستم مانجمنت، بيقوم بالانخراط في جميع الاوجه ل السيستم مانجمنت او تنظيم السيستم. In addition, objectives of an operational audit، الأهداف تبعت الأوبريشنال أوديت برضو تختلف بأنها يكون بداخلها evaluating effectiveness, efficiency and goal achievement، بتقوم فيها إنه تقييم على الكفاءة والفاعلية وتحقيق أهداف الشركة. The first step in operational audit، أول خطوة بالأوبريشنال أوديت is audit planning، زي اللي موجود في السابقات، في عندي التخطيط لعملية التدقيق. During which the scope and objective of the audit are established، وخلال عملية الاوديت بلانينج احنا بنقوم بوضع نطاق التدقيق واهداف التدقيق. A preliminary system review is performed، بنقوم بمراجعة السيستم بطريقة أولية. And tentative audit program is prepared، وبرضو بنقوم بإعداد برمجية لعملية التدقيق. The next step evidence collection، بعدين بقوم بجمع الأدلة اللي فيها، الأدلة بتكون التالي reviewing operating policies and documentation، من راجع
سياسات العمل والتوثيقات. confirming procedures منأكد على الإجراءات مع الإدارة ومع الأشخاص المسؤولين عن عمليات التشغيل. observing operating function and activity منقوم بمراقبة الوظائف التشغيلية والنشاطات. بعدها examining financial and operation plan and reports منقوم باختبار الفاينانشال الخطط المالية والخطط التشغيلية والتقارير. testing the accuracy of operating information منقوم بفحص دقة البيانات التشغيلية. وآخر إشي testing control منقوم بفحص إجراءات الرقابة at the evidence evaluation stage في مرحلة تقييم الأدلة the auditor measures the system against one that follow the best management principles. في خلال عملية تقييم الأدلة المدقق بقوم بقياس اللي موجود عندي بالسيستم مقابل أو ضد الإجراءات اللي بقوم الإدارة بوضعها. One important consideration is that the result of management policy اللي هي نتائج سياسات الإدارة ووظائفها are more significant than policy and practice themselves. يعني هو بحكي لك انه التطبيق عندي بالنسبة إلي اهم من السياسات نفسها. يعني الفكرة انك انت بدك تشوف هل هم بتتبعوا الاجراءات ولا ما بتتبعوا الاجراءات بغض النظر عن الاجراءات هاي نفسها. That is if good results are achieved through policies and practices that are theoretically deficient then the auditor must carefully consider whether recommend improvement would substantially improve the result. Auditor document their findings and conclusion and communicate them to the manager. بقوم المدقق بإخراج الاستنتاج تبعه. The ideal operational auditor has audit training and experience as well as few years experience in managerial position. بالعادة المدقق اللي بده يقوم بالتدقيق على عمليات التشغيل بده يكون مدرب, بده يكون عنده خبرة, وممكن برضو الخبرة تبعيته تكون في مجال الإدارة. auditor with strong auditing background but weak management experience often lack the perspective necessary to understand the management process. بالعادة حتى لو انه عندك خبرة كبيرة بالتدقيق وما عندك خبرة في الإدارة رح تلاقي مصاعب كبيرة في تدقيق عمليات الأوديت أوبريشن. طبعا هذا يعني اشي جدا ترخيص سريع, هذا بده كتاب عشان نغطيه, ولكن احنا يعني مشينا عليه بشكل مقتضب. الى هنا انا بنتهي عندي التشابتر رقم 11 واللي هي طبعا رح تكون مادة الفاينل, يعني من ضمن مادة الفاينل عندكم, وبتمنى انه تغطوها بالكامل وتراجعوها بالاضافة الى تشابتر رقم 7 اللي غطيناه في البداية لانه الامتحان الفاينل راح يشمل كل اشي. والى هون احنا بنكون ان شاء الله خلصنا المادة, وبلقاكم بتحليل وتصميم نظم معلومات محاسبية 2 ان الله راد. الله يعطيكم العافية.